شهدت مناطق وادي حضرموت سقوط أمطار شديدة تدفقت بسببها السيول بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تراكم المياه في كافة شوارع مدينة تريم، والتي أوقعت العديد من الاختناقات المرورية وبعض حوادث السير. أتمنى من يكون أصحاب مثلا أصحاب البيئة وأصحاب البلدية وبشكل عام المشروع العام عليهم بالاهتمام وعليهم بسرعة مبادرة بهذه المياه الراكدة ليستطيع أن يكون بشفطها أو يكون بتكنيسها أثناء يابسها. في كل موسم لهطول الأمطار تجد هذه الشوارع والممرات المنتشرة فيها الحفريات، وقد تحولت عبارة عن برك مائية كبيرة لتستمر مليئة بالمياه لعدة أيام، وذلك بسبب انسداد منافذ مجاري السيول وتصريفها في غياب متكرر من الجهات المعنية. الأمطار هذه دائما تكون على الشوارع، وهذه مسؤولية البلدية، والبلدية مهملة في الشوارع والقمايم والما هذا لحد الآن يعني ما سووا شيء أي حل للمياه هذه. الأسوأ من كل ذلك إن مياه الأمطار المتراكمة تختلط مع مياه الصرف الصحي والقمائم المنتشرة بجانب الطرقات، مما يتسبب في انتشار البعوض الناقل لكثير من الأمراض، وهو ما يتسبب بانتشار أنواع مختلفة من الأمراض كالملاريا والحمى. هذا الشارع واحد من الشوارع الممتلئ بمياه الأمطار التي تتسبب في عرقلة حركة السير، تبقى أياما كثيرة بدون تصريف هذه المياه من قبل الجهات المعنية. أما بعد الانتهاء من موسم الأمطار، يعقب هذه الحالة تراكم للأتربة تمتلئ بها الشوارع والأحياء جراء حركة السير، لتبقى دون تنظيف الشوارع أو أي اهتمام بمظاهر المدينة والتخلص من مجاري السيول التي تمتد أحيانا من موسم إلى آخر. حداد مساعد، قناة بلقيس، تريم، حضرموت.